داك والدوموند اللي بغيتي وتهز وتحل من الباب. هاي السيده غادي شوفوا معايا. لا دي سرعوا شوف بنات ماما حطي الصابواي دون ديمون والاخرى سميتها دون ميو. يلا ما كثرش عليكم طلعوا شي سليماتيك شي لعيبه. يلا طلع امين طلع عليهم هذيك السليماتيك سيرو. الله يا ربي الله الله الله. واش خوتي خواتاتي لا فامي كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من يوميات في كوريا الجنوبيه. ما علينا جيت نتبرد شويه باش نمشي نفلوغ ليكم. من الصباح وانا كندور عيت وهانتوما هز معايا المضل. كانت الشتا في الصباح شي شويه دابا الصاد ما فهمنا والو كنبان لكم كنبري والله حتى الحراره بالله. ما علينا مرحبا بكم في واحد البلاصه سميتها دون ديمون. الدون ديمون اللي فيها واحد المول كبير بواحد ديزاين اللي زوين بزاف. وهاد ديزاين والتصميم ديالو عراقي مفخارة للعرب. عرفتي شنو هاد التصميم واعر الصراحة. دوزو معايا فيديو زوين نعرفكم عليه مزيان ندورو كامل تشوفو كامل. في السينما في لي ماركيطات كيديرو فيه بعض المرات هنا العرض الازياء تيديرو فيه عاوتاني سميتهم الفيستيفالات. بزاف الحوايج كيديرو في هاد البلاصة هادي. ما علينا بلا ما نطول عليكم نمشيو نتسركلو فيه مزيان. وما تنساش لك انت ولا انت ولا هو ولا اي واحد دير سبسكرايب وهاديك الجرس اطرمو شي كروسي باش يوصلك اي حاجه مره اخرى. ملي توصل شي حاجه من ياكل كروشي يوصلوك الفيديوهات جداد وهادشي اللي كاين. يلا نمشيو وليز كاع. كما كتشوفوا هذا هو المول اللي قلت لكم. ها هو وهذا ها هو الديزاين ديالو. احنا ندورو كامل فيه بزاف الحوايج. محطة الصابواي محطة الباص محطة القطار كلشي فيه كاين القهاوي اي سطور بغيتي تلقاه هنايا. ما علينا ندورو دابا مزيان وتشوفوا كلشي على عينيكم. يلا مشينا نبارطاجي معكم واحد التويشيه. دابا كما كتشوفوا كاين اي واحد اغلبيه الناس يشوفوا هذا الجليج داير بحال هكا يقولوا يمكن ما لقاوش بحال هذا وداروا هذا. بالعكس هذا دايرينو فقط للناس اللي ما كيشوفوش حاش كاين على برا ولكن باش يبينوا الديزاين زعما الديكور يكون بحال داروا هذا بحال هكا زعما العمام ملي تيعرف الطيطوار هذاك تيتمشى فيه كيعرف الطريق فين غادي. ما علينا نشوفوا لتحت واش دايرين شي فيستيفال. دابا مع كورونا وهاداك الشيء ما كاينش هنا كانوا كيديروا العرض الفاتشن. راه كدرت فيه فلوق شحال هادي هنا شي كان تيكون ديما عامر. دابا مع كورونا مابقاوش كيديروا الفيستيفالات وهاداك الشيء. راه ما دايرين شي تويشيه باش نشوفوا واش دايرين دابا. ايوا لا فامي صراحة واعر والله العظيم. كانت كل سيمانة كنت نجي للسوق وكندوز هاد البلاصة هادي. من يلاه جيت لكوريا كان هنا كيديرو كل عام العرض الفاشن كيجيو الكوريين الأجنبيين العالم كامل. أنا داير فيه فلوق في اليوتيوب عرض الأزياء تيكون هنا. والديزاير راه واعر الصراحة. شوفوا كي داير دايرين واحد الديكور اللي فكرني في هداك المسرح اللي دارو في الرباط بحال هكاك تقريبا. اليوم ما عرفت دايرين لهم شي تويشية نمشي نشوفها. راه هما مجموعين الناس المهم تسركلو نشوفو واش كاين كيضحكو يمكن شي لعيبة كوميديا
كما كتشوفوا الناس ضاحكين خارقين السعاده. ايوا يلا نكملوا الدويره ديالنا في البلاصه. هانتوما هنا كاين لي مو هذاك الشيء لي ستور وهذيك التويشيات هذوك كيبيعوا هذيك التويشيات ديال اللي كيخرجوا بي تي اس. هنا كاين واحد سميتها السليمه لا كاين القهاوي وديك اللعيبات كاين بزاف د الحوايج. تجيو ان شاء الله وتزوروا هاد البلاصه تعجبكم. ديكور صار عينه. شوف 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 كي جاي شوف. واه ناس كيجيو لنا العائلات كيجيو بركو كلشي موفر اليوم. البلاصه اللي كنت جيت لها ديجا بلاصه هذه مختصه بالدراري الصغار كيجيو يدخلوا هنا سادينا يمكن مسدوده حيت كانوا كيجيو يلعبوا فيها الدراري الصغار بحال قلتو رابط صغيور. بالنسبه للناس كيجيو هنا كيجيو بركو لداخل. ايوا لا فام حنا كنتسركلو نسركلكم معانا تقولوا ما كتستافدوش معايا عندكم شي نهار تقولوه والله هذا الماسك ما كرهتش امنيتي ما تيبقاش نديرو الماسك والله العظيم تيكرفص اقسم بالله. دابا نخرجوا برا للشارع نوريكم المناظر كي دايره من تما ندير لكم شويه السليمات زوين شويه. شتي لافامي باغي ندخل ليكم التويشيات نوريكم اش فيه. فيه قيد النمره عبر الحراره يضيع الوقت ماشي مهم. المهم ندوركم نعرفكم على هاد البلايص كاملين. و كاين واحد الفيديو كنت درتو شحال هادي هنا كاين في اليوتيوب تا هو تلقاو راه دخلت لهم كاملين قبل ما يمكن تكون كورونا في كوريا. ايه على مناظر جميله يعني. شوف الشارع كيدير صار عينو. لا فامي نسرك لكم دابا في الشارع ونرجع لكم شويه. ديال الباص اللي تيكونوا هنايا هادو لو بغيتي الدور سيول كتركب فيهم كما كتقول مراكش كاينين فيهم تما هادو كاينين في كوريا ما عرفتش تخلص شي لعيبه قليله راه هو الكيشي ديالهم هنايا كتخلص صافي وكتركب دايرين هما بالنسبه للناس ديال السياح زوينه هادي بغيتي تبرك لتحت الفوق الدور سيول كامله يديوك البلايص ويردك. هانتوما لا فامي كما كتشوفوا هما عمروا الطوبيس الناس عمرهم ما يمشيو دابا يدوروهم على السيول كامله راهي مكتوبه سيول سيتي. يلا باي باي بسلامة. اوه على جو ولات كيزيان دابا. واش لا فامي هاهي طاحت الخانية غندوروكم شوية هنا نديرولكم شوية سينيماتيك تويشيات خفاف ظراف ونرجع لكم من بعد. اوكي ندوروكم حيت ما اش نقول لكم الجو زيان وصافي. يلا سيرو مع
التويشيات الزوينين ونتلاقاو شويه. يلاه باي باي. فامي شوفوا معايا التطور فين وصلوا. دابا الكرارس هادو كانوا قبل كيسوقوهم العيالات بحال قلتي كطيح عليهم الدوله باش يبيعوا ويشريوا، كيبيعوا بحال قلتو دانون رايبي هذوك التويشيات. دابا داروا اللعيبه تخلص بوحدك وتخلص بالكارطه بوحدك، والدومون ديال اللي بغيتي وتهزو تحل من الباب. هاي السيده غادي شوفوا معايا، لا دي سرعوها شوف سلاو معايا فعلي والله العظيم ديما الجديد عندهم رافي كتميزي الكارطه بصراحه ديما كيساليو معايا ديما الجديد عندهم ديما الجديد. راه ولاو كرارس في الماركت فيهم هاد التويشيات هادي، دومون ديال اللي بغيتي تشري من السوبر ماركت وتخرج الكروسه تخلص بوحدك من الكروسه كلشي من عندك. صافي هذا الله هذا الله صافي نقلب الست سعود امين ما تفقصناش بزاف. ما علينا دابا نوريكم البلايص ديال الاكل الشوارع كاينين هاد التويشيات بزاف هاد الصف كامل. ايوا لا فامي اش نقول لكم، جيت نهايه الفيديو دابا انا في محطه ديال الصابواي صافي نمشي للدار. تلاقاو فيديو اخر جديد، ما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم، عندكم شي حاجه دخلوا عندي الانستغرام تبعوا ستوريات ديالي واي حاجه مرحبا، وما تنساوش راكم ديما في البال. الله معكم وتهلا فريوسكم نعبى سميتها هنا هو الاسطان الكارطه نوريكم اصلا كيفاش كتشارج الكارطه. صافي يلا تهلا فريوسكم تلقاو في فيديو اخر. الله معاكم.